السلام عليكم متابعي دراما سبورت. يوم سوري بامتياز، هاتريك لعمر السومة وهدفين لعمر خريبين. الهاتريك من عمر السومة على نادي الريان بالدوري القطري، وهدفين لعمر خريبين بالدوري الإماراتي. مشان أكون صريح معكم يا شباب، راح نتابع مع بعض أهداف عمر السومة اليوم اللي سجلها، الأهداف العالمية اللي سجلها. ومشان أكون صريح أكثر، ما تابعت المباراة، كنت عم تابع مباراة الهلال والوداد البيضاوي بكأس العالم للأندية، فاعذروني يا جماعة. ما نحكي عن المباراة ومجريات المباراة، هذا الأمر ما في، ما له موجود لأني ما تابعت المباراة، بس راح نتابع مع بعض هالأهداف الجميلة. قبل ما نفوت بالتفاصيل، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، مثل ما حكيت يعني ما تابعت المباراة، لكن راح نتابع سوا أهداف عمر السومة اليوم. يلا يا شباب نشوف الفيديو ونشوف الأهداف. الكرة مع مساكني، شوف التمريرة اللي مررها، التمريرة من رافينيا لعمر السومة، عالطاير وجول، عالطاير وجول. أهداف عمر السومة يعني بتطلع، بيجيب هيك أهداف دائما. والتسديدة باليسار عالطاير، شوف التمريرة، رفع رأسه رافينيا وعمر السومة بشكل مباشر، هدف التقدم لنادي العربي بديربي او الكلاسيكو بالدوري القطري قدام نادي الريان. يعني هاي المباراه هي المباراه الاكثر جماهيريه سابقا بين العربي والريان. فالهدف الاول لعمر السومة بتمريره رائعه جدا من رافينيا، رفع راسه، وتسديده على الطاير من اسطوره الكره السوريه من دون اي نقاش بالوقت الحالي. شوف الهدف الثاني لعمر السومة، الهدف الثاني كمان الكره مع رافينيا، عم بيعمل التمريره هون، العرضية الرائعة من حامد اسماعيل إلى عمر السومة وبالرأس. الأهداف الرأسية لا نقاش ولا جدال فيها. لا تناقشني بالأهداف الرأسية لعمر السومة، لا تناقشني بهالأهداف، لأن أهداف معتادة. طيب عمر السومة هل يا ترى عم بيسجل مع المنتخب السوري نفس الأهداف؟ إيه نعم عم بيسجل، لكن لما بتكون في عرضية مناسبة، لما بتكون في تمريرة مناسبة. اليوم نادي العربي عم بيمرر تمريرات وعم بيلعب لعب جماعي، واضح جدا من الأهداف. شوف العرضية المناسبة إلى رأس السومة، والسومة إذا مررت بهاي الطريقة الجميلة فرح يجيب الأهداف الجميلة المعتادة من عمر السومة. هدف ثاني من عمر السومة والنتيجة 2-0. نحن بالدقيقة 66، يعني المباراة لسه ماشية. تمريرة يوسف المساكني إلى عمر السومة وهدف ثالث بالدقيقة 66، 3 أهداف من نفس اللاعب. تمريرة يوسف المساكني، تمريرة رافينيا، تمريرة حامد اسماعيل. شوف التمريرات، يعني كان ممكن يوسف المساكني يسدد التسديدة، لكن فضل التمرير، هذا أمر مهم. والتمركز الصحيح لعمر السومة بالهدف كان رائع جدا، وجاب منه الهدف الثالث وهدف، يعني انتهت المباراة بنتيجة 3-0 لنادي العربي. وبذلك نادي العربي إلى الآن عم بيقدم دوري جيد، دوري فينا نسميه الدوري الأفضل لنادي العربي بآخر 10 سنوات أو 15 سنة. هون الفارق لما بتجيب لاعب مثل عمر السومة، كان عندك يوسف المساكني، كان عندك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لكن يوسف المساكني كان اللاعب الأبرز، بس كان لاعب وحيد. مع التعاقد مع عمر السومة والتعاقد مع رافينيا، يعني انتقل نادي العربي من فريق عم بيلعب بالمراكز الدافئة والمراكز المتوسطة، أحيانا عم بيتواجد بالمراكز الجيدة، إلى فريق عم بينافس على لقب الدوري. أنا قلت من بداية الدوري صعب جدا يفوز نادي العربي بالدوري، صعب جدا. هذا الفريق إذا استمر عمر السومة الموسم القادم مع النادي العربي وتم التعاقد معه ما عاد للأهلي في حال صعود نادي الأهلي إلى الدوري السعودي الممتاز، فمع عدة تعاقدات بخط الدفاع راح تشوف نادي العربي ممكن منافس قوي، أفضل من هذا الموسم، أفضل من هذا الموسم. الأهداف اللي عم يسجلها عمر السومة ما أنا أهداف سهلة أو بسيطة. شفتوا الهدف الأول كيف كان، الهدف الثاني الرأسية نحن معتادين عليها، لكن النادي العربي سابقا كان عم بيعاني لحتى يسجل هدف. اليوم مع عمر السومة صارت الأمور سهلة، لكن لازم يكون في تعاون مع عمر السومة، لازم تمرر تمريرات لعمر السومة، لازم تساعد عمر السومة.
بشكل او باخر يا شباب، انا شايف من بدايه الدوري القطري الى الان العقيد السومة عم بيقدم مستويات رائعة جدا. نعم انا متحفظ على بعض المباريات مثل مباراة السد، على فكرة يعني كانت مباراة سيئة جدا من كل لعيبة العربي بما فيهم السومة. بعض المباريات بتلاقي فيها الفريق عم بيلعب بنوع من الأنانية. اليوم لما شفنا التمريرات جيدة، لما شفنا اللعب جيد، نادي العربي قادر، لكن إلى الآن لا يمتلك شخصية البطل. حكيت عدة مرات العربي لا يمتلك شخصية البطل، يعني لا تراهن على فوز العربي. إذا فاز العربي شيء مميز جدا يعني، بس لا تراهن على فوز العربي بالدوري القطري. أنا إلى الآن شايف بأن الدحيل هو الأقرب، الدحيل هو الأقوى، الدحيل هو الأفضل للفوز. حتى خسارة نادي العربي قبل 3-4 أيام قدام نادي قطر كمان للأسف ما كان في وقت كافي تابع المباراة. بس بشكل عام اليوم حتى يعني ما تابعت المباراة، وكنت صريح معكم يعني للأمانة الشديدة، فقط تابعت الأهداف وحبيت تابع المباراة والأهداف معكم. بالنسبة لأهداف عمر خريبين إلى الآن ما حصلنا عليها، لكن كمان عودة عمر خريبين للتسجيل، عودة عمر السومة عم بيسجل بكل صراحة بأغلب المباريات، لكن تسجيل عمر السومة وعمر خريبين ونجوم المنتخب رح يسهل الأمور حتى على هيكتور كوبر مدرب المنتخب. نحن قبل بطولة كأس آسيا لازم كل هاللاعبين يكونوا بالفورما، يكونوا جيدين. اللي ما عم بيراهن على هاللاعبين لا يفقه شيء بكرة القدم، لا يفقه شيء بكرة القدم. هاللاعبين قادرين على خلق الفارق إذا كان في مدرب جيد، في معسكرات جيدة، في مباريات نوعية، في منتخب عم بيتحضر وعم يحترم هؤلاء اللاعبين بالشكل الأمثل. بتجيب لعيبة من مغتربين، بتجيب لعيبة بالدوريات الخليجية مع بعض اللاعبين بالدوري السوري، اللهم ممكن لاعب أو لاعبين أو ثلاثة بالحد الأقصى، تكون التشكيلة مميزة، راح تلاقي النتائج جيدة، راح تلاقي اللاعبين عم بيقدموا كرة قدم جيدة. اليوم عمر السومة لما بيحصل على تمريرات وبيحصل على كرات جيدة، التمركز ممتاز. هو عمر السومة مو شغلته، حكيناها مليون مرة، مو شغلته يراوغ 4-5 لاعبين، شغلة عمر السومة يتمركز صح، يتواجد بالمكان الصحيح لحتى يسجل الأهداف. هذا هو الأمر المهم اللي لازم الناس تفهمه. عمر السومة من دون تمويل للكرات مستحيل يسجل أهداف، مع هذا التمويل بيجيب لك أهداف وبيجيب لك ألقاب وبيجيب لك بطولات وبيجيب لك نتائج جيدة. لازم نفهم هذا الموضوع. ونفس الأمر على عمر خريبين، من دون منظومة جيدة، من دون منتخب جيد، ما رح يؤدي لوحده. كرة القدم لعبة جماعية، كرة القدم لازم كل اللعيبة يكونوا على الأقل، يعني اللاعب اللي بيلعب مع عمر السومة بالمنتخب لازم يكون، ما بنقول بنفس مستوى السومة، لكن على الأقل 60-70% بنفس مستوى السومة. أما تلاقي فيه هو بالمسافة من ناحية الاحتراف، من ناحية القدرات، لا، الأمور رح تكون صعبة جدا. فبالتالي هيكتور كوبر أنا بظن يعني هلأ عم بتابع مباريات عمر خريبين وعمر السومة، عم بتابع نتائج اللاعبين، لازم يكون مبسوط بهذا الشيء، لازم يكون مبسوطين بهذا الشيء، لأن كل ما كان اللاعب السوري عم بيقدم مستويات جيدة رح يقدم نفس المستوى مع المنتخب. المنتخب فقط بيحتاج لاستقرار، بيحتاج لمباريات نوعية، بيحتاج لناس محترفة عم تشتغل على هذا المنتخب وتعطي المدرب وتعطي القيمة للاعبين كمان بنفس الوقت لحتى تلاقي هذا المنتخب منافس إن شاء الله. أنا مبسوط جدا الأيام هاي، الأخبار جميلة من فوز منتخبنا على قطر والتعاقد مع هيكتور كوبر وتسجيل المحترفين بالدوريات الخليجية للأهداف، أمر رائع جدا. وألف مبروك لعمر السومة وألف مبروك لعمر خريبين هذا التألق. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.